السلام عليكم. هذا فيديو لمريض عنده ألم في الظهر، فطلبت عليه صورة أشعة. وزي ما نشوفوا صورة الأشعة تظهر أن عنده اعوجاج في العمود الفقري، سكوليوسس. طبعا حطيت عليه أكثر من مقطع في السابق، ولكن زي ما نشوف قدامنا العمود الفقري مايل بشكل واضح. طبعا المريض كبير في السن، فصعب أنه يندار العملية أو أي تقويم في السن هذه. ولكن اللي مثير للاهتمام أن الإكس راي أيضا أظهرت أن عنده تصلب في شريان الأورطة أو الأبهر. لازم نشوف قدامنا، طبعا هذه يقولوا لها أنيوريزم. نشوف الحجم، الاتساع، الشريان، الأورطة. طبعا أيضا في تكلس في الكومن إليك أرتري اللي هو يغذي الحوض ومنطقة الفخذ. طبعا هذا الانترنال كاروتيد يدخل الحوض، وهذا اكسترنال كاروتيد يطلع لعضلة الفخذ. مش واضح بصورة كبيرة على اليسار أو على اليمين، آسف. بعثت لي الترا ساوند باش نحدد حجم الانيوريزم. الحجم المسموح به هو 5.5 سنتيمتر. إذا كان الانيوريزم أقل من 5.5 سنتيمتر فنقدر نتابعها بعلاج تحفظي، يعني نقيسه للضغط ونتأكد أن الضغط متاعه تحت السيطرة، لأن الضغط يخلي الانيوريزم تتوسع expand، يعني عشان هي الانيوريزم تبدأ تدير في pulsation، يعني تبدأ تنبض بالشكل هذا، فالضغط يخليها تتوسع وممكن تنفجر. طبعا لو انفجرت فللأسف يعني حالات الوفاة يعني تقريبا نسبة 100%. لو انفجرت الانيوريزم للأسف ان المريض ما نقدروش ننقذ حياته. فهذه واحدة من الحاجات اللي لازم ندير المتابعة ونشوف حجم الانيوريزم. وبعدين زي ما قلنا اذا كان اكثر من 5.5 سنتيمتر فيحتاج الى عملية. ففي العملية في العادة يفتحوا الانيوريزم ويحطوا نوع من الأغشية الصناعية تشبه أغشية الأوردة أو الشرايين، ويزيلوا الجزء هذا المتسلط. طبعا العملية طويلة تأخذ تقريبا 8 ساعات. أنا طلبت عليه ألترا ساوند بس التقرير للأسف ما جاش ليومين، هو المريض دار الألترا ساوند والتقرير الأشعة لحد الآن ما جاناش، فنشوف أول ما تجي بعدين نتصل بالمريض ونشوف شو يصير. شكرا.